أنا موجودة هون لأنه لنرفع الصوت ضد الظلم، لمع العدالة، مع النساء الإيرانيات، مع ثورتهم، مع نضالهم اللي عم بيواجهوا يمكن أعطى نظام بالعالم، نظام ديكتاتوري متحكم عم يتحكم بأجسادهم بحياتهم، وهيدا خيار حر وخيار شخصي، وهن اللي بيقرروا. النساء بأي بقعة من هذا العالم هي اللي بتقرر شو بتلبس وشو بتشلح وشو شكلها وكيف كذا. والمسألة هي أبعد من موضوع الحجاب، هي موضوع سياسي بيتعلق بالحريات، بيتعلق بالقمع، بالسلطة الذكورية، السلطة الأبوية اللي هي عم تستفحل باستباحة المجتمعات وباسم الدين. فستوب، وقفوا، كفى، بكفي. مجتمعاتنا لازم تروح على المحل الأفضل لأنها بتستحق الأفضل، على أمل هيدي الثورة تمتد وتفعل الثورات اللي بدأت بالعالم العربي رغم كل الدموية بكل أسف، ورغم هلأ كل اللي عم بيواجهون النساء، ورغم كل الموت. تحية لأرواحهم، هودي رح يتسجلوا بالتاريخ ورح يتخلدوا بالتاريخ، والطغاة إلى زوال. الحقوق لا تتجزأ، نحن مع حق الإنسان بأي بقعة من هذا العالم. نحن نزلنا مع المرأة السورية ومع الشعب السوري، نزلنا مع الشعب اليمني، نزلنا مع الشعب العراقي، ومع أي شعب مظلوم ومقهور ومعتدى عليه ومنتهك حقوقه، نحن مع حقوق الإنسان بأي بقعة من هذا العالم، نحن مع حق الإنسان. لهيك نحن بالشارع، فما بالك إذا كانت الثورة هي نسائية، فهيدا أكتر بخلينا نحن كنساء نكون موجودين بالشارع ونعلي الصوت. وأي تغيير بإيران هو تغيير لوجه المنطقة، هيدا لازم نعرفه، وهيدا اللي نحن متمسكين فيه، وعنا أمل كتير كبير برغم كل توازن القوى اللي مش مزبوطة واللي منعرف إنه هي مش كتير متوازنة، ولكن نحن منعرف طالما نحن أصحاب حق، يعني نحن بدنا نحقق العدالة، يعني نحن بدنا نحقق مطالبنا، مش هلأ بعدين، بس نحن مستمرين. هيدا نضال عام، نضال شامل، وما بيختصر منطقة بعينها أو عرق بعينه أو فئة بعينه. نحن مع النضال الإنساني بأي بقعة من هذا العالم. بكل أسف نحن ما زلنا مجتمعات خاضعة للعنف، ما زلنا مجتمعات لا تفقه حقوقها وحقوق الإنسان. منشان هيك يبرر أي شيء، يبرر ويبرر بطرق وبأساليب عشوائية مبهمة، بطرق لا إنسانية. أي تبرير هو مقتل تاني. كل يوم عم بينقتل النساء ونحن عم نقتلهم وقت المنبرر قتلهم. تبرير قتلهم يعني هو قتل بحد ذاته. هيدا التبرير بيقول شيء كتير أساسي، قديش نحن في عنا تعبئة وغسيل دماغ، وقديش نحن بحاجة لمجتمعاتنا تتغير. ومجتمعاتنا ما رح تتغير بيوم وليلة، هيدا شغل طويل الأمد وبده شغل كتير، ونحن مؤمنين بهيدا الشيء وما رح نتوقف، لأنه منعرف تغيير جاي وما حدا رح يوقفه. هو مثل مجرى المي، هيدا التغيير هو مثل مجرى المي، ما في قوة بالعالم رح تغير هيدا المجرى ورح تغير هيدا التغيير. وأي تبرير هو مساهمة بالجريمة، هو عم بيساهموا بالجريمة.